الله الله على ريحة الكيكة بتاعتك يا جوجو، أحلى كيكة دقتها في حياتي. آه طبعاً، أمال إيه؟ عارفة سمير بقى يقول لي دايماً تسلم إيديكي يا نور عيني، أحلى كيكة باكلها باكلها من إيدك أنت يا جوجي. استغفر الله العظيم يا رب، أنا مش فاهمة آخرة الكذب ده إيه؟ أحلى كيكة إزاي وأنت بتمرعيها؟ ده أنا شم ريحة شربات مكمكمة. والله ما أنت واكلاها. أوعي تديها ولا حتة. لا خلاص، هاخد بس الحتة المحروقة اللي على الطرف دي. اللي تحت خالص، أنا عارفاها دي. حلو برضه. سيبوه بقى من الكلام ده ونتكلم في موضوع مهم قوي. بكره كل واحده فيكم هتجيب ايه لجوزها في الفالنتاين؟ ايه ده، في ايه؟ ايه الصحراء الجرداء اللي انا قاعده فيها دي؟ ما بتنطقوش ليه؟ مين اللي يجيب لمين يا حبيبتي؟ الفالنتاين ده اتعمل عشان الرجاله تجيب للستات. امال هما بيتعبوا لمين يعني؟ يا اختي ويا ريتهم بيجيبوا لنا حاجه عدله، ده انا اخر مره اللي ينزغت في قلبه شعبان جاب لي فيها هديه كانت من 4 سنين، جاب لي قصاصه بارفان، انما ايه بصي مش قادره اقول له، بس كان عينه بقى فيها، اول ما فشت فشه كده وفشه كده راحت وقعت اتدشت كده. فشه كده وفشه كده، دي اكيد كانت هاند ميد. هاند ميد ايه يا حبيبتي؟ ده كان صارف ومكلم، نزل عند الكوبري بتاع ارض اللواء كده جابها من الراجل اللي قاعد على الفرش. نهار اسود، جاب لك بارفان من ارض اللواء؟ ما هو القر ده بقى اللي خلاه ما ليش من ساعتها حاجة تاني. أسفة حبيبتي، حسدتك معلش. وانت يا جوجو جابلك ايه؟ شوف يا ستي، أنا سنة 89. 89؟ لا حول ولا. يوم رفع العلم على طابة جابلي هدية. دي فاكرة التاريخ كويس قوي. جابلك ايه بقى؟ جابلي دبدوب ماسك في ايده على النصر. الوطنية مهمة برضو. حلوة قوي. هو 89 كان في دباديب اصلا اخترعوه؟ طبعا طول عمرهم موجودين. ده كان عز لعلمك. بس واحده جاب لها دبدوب والثانيه جاب لها بيرفيون. ايه الرجاله التقليديه دي؟ تقليديه؟ طب قولي ان انت يا اختي يا قلت فاشن، انت بقى جاب لك ان شاء الله. ايه يا علي؟ مش ممكن، بقالك ساعه يا حبيبي مذنبني عشان تقولي جايب لي هديه. ايه؟ ما هو مش ممكن، مش ممكن يعني تبقى جايب لي عربيه مثلا مخبيها ورا ظهرك. لا عربيه ايه، هو انا راجل تقليدي؟ انا بتاع الجديد كله. ماشي يا بتاع الجديد كله، يلا بقى وريني جبت لي ايه للفالنتاين. تا 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 اندش، تا 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 دبدوب. هي دي المفاجاه؟ مفاجاه محدش يتوقعها. هو من حيث محدش يتوقعها، محدش يتوقعها خالص. طب هات بقى الاحسن يرجع. هات حبيبي يا امور. ابيضي جميله دبدوب. ميرسي ميرسي قوي يا لولو. وانتي جميله دبدوبتي الحلوه الحلوه. فكرتيني بالدبدوب. جاب لك دبدوب؟ اكيد في ايده علم. لا كان من غير علم بصراحه. ايوه اضحكوا اضحكوا اتريقوا. احنا لو كان اي واحده فينا متجوزه واحد رومانسي كانت تدخل بيتها تلاقيه الريسبشن كله ورد في ورد، اوضتها كلها ورد في ورد، حمامها كله ورد في ورد. بس هنعمل ايه؟ خيبتنا بالويبه. ايه يا اختي كمية الورد اللي هيشفط الاكسجين ده؟ ايه كل ده ورد؟ احنا داخلين مشتل. انا يا حبيبتي نفسي شعبان بدل ما يصرف فلوسه على الورد والهبل ده يروح يجيب لي كده كيلو كباب وكفته ارم بيهم عظمي. مش لما يبقى فيك عظم اساسا يا حبيبتي؟ بقى الورد هبل، انت همك دايما على كرشك كده، انما انت لو طولتي قلبك هتقطعيه حتت وتحمريه تحطيه في ساندوتش وتاكليه. ده بيبقى تحفه بالبصل والله. شفتي يا مال البوست ده؟ بوست مكتوب انك انت لو عايز تعمل مشروع او تاخد منه فلوس كتيره اشتري من عندنا بسعر الجمله. يعني ايه بوبي سعر الجمله؟ سعر الجمله يعني تشتري بكتير قوي وتدفع كتير قوي مع ان اللي هتدفعه مش كتير قوي. فهمتوا حاجه؟ لا مش مهم، المهم ان انا فاهم. قول لي يا سولي، هما كاتبين اقل سعر ممكن تشتري بيه كام؟ لا يا بوبي، هما كاتبين انك تقدر تشتري بالسعر اللي تقدر عليه. وتحت البوست ده في كومنتات، الناس بيقولوا ان احنا ممكن بمشروع الورد ده قبل الفالنتاين بياخدوا فلوس كتيره قوي. ايوه يا بوبي، لان معظم الحبيبه بيشتروا ورد في اليوم ده. يا اختي حلوه حبيبه، نبقى نشوف الموضوع ده بعدين. طب مش كاتبين ممكن تكسب بالمشروع ده كام؟ في واحد كاتب ان انا عملت الموضوع ده كسب اكتر من 30,000 جنيه يا بوبي في اليوم. 30,000 جنيه مره واحده؟
يبقى الواحد لازم يطلع تحويشة العمر. تحويشة العمر؟ أيوة. دي احنا كنا فاكرينك أغنى من كده يا بوبي. عشان أعمل مشروع الورد ده يا حبايبي. سولي اديني النمرة بتاعته. خلاص ثانية واحدة. اكتب 012. نعم أخوي. 012. أحلى كاسين لأحلى عصفورتين. شفتي قد إيه باين علينا؟ شفت. ميسونتي هما كام صباع دول يا حبيبتي؟ والله ما فكرت عدهم قبل كده. سيبيهم ببركتهم. بصي جبتلك إيه؟ الوردة دي عربون الفالنتاين. والتانية؟ لا دي ادهاني هدية فاخدتها وخلاص. ميسونتي بكرة الفالنتاين هجيبلك بوكيه مليان ورد. أنا ما كنتش فاكرة إنك بتحبني قوي كده. أنا بحبك قوي يا ميسونتي قوي. أقول لك على حاجة، أنا المفروض ما أجيبلكيش بوكيه، أنا المفروض أجيبلك شجرة. شجرة إيه؟ أنا المفروض أجيبلك جنينة بحالها يا ميسونتي. واو! ونسميها جنينة ميسون وشركاه. إيه قصدي وشريف، وشريف. آه ميسونتي. أنتِ عينك فيها حاجة غريبة قوي. انتي معمصة ليه كده يا حبيبتي؟ عايزة تنامي؟ نعم. ما اقصدش يا حبيبتي، قصدي ان انا بحبك حتى وانتي معمصة. وشعرك نقطة ضعف اي واحدة. مال مليان قشر، بس انا بحبه بقشره. فكرتيني بمنالوكا، كانت دايما برضه تقولي قشرتك هي احلى حاجة فيك. حطوها هنا. شاكرين قوي يا رجالة. ان شاء الله خلص الطلبيه ديت ونكلمكم تجيبوا طلبيه جديده. ان شاء الله يا باشا، واحنا تحت امرك. مع السلامه. أهم حاجة في المشروع الناجح التسويق، يبقى لازم أطبع كروت وأوزعها على العمارات اللي حوالينا كلها. يا خارجة من باب الحمام وكل. إيه ده؟ فاتحين البلكونة ليه؟ إيه ده؟ يا للهول، ورد في بيتي، ورد وبلدي. الله، هقولها علي طلع من الرجاله الرومانسيه اللي بيشتروا ورد في الفالنتاين. وايه الورد ده كله؟ ده كلف نفسه جامد. اه وبشوكو. الله يا علي. الله، معقوله يا حبيبي كنت ظلماك؟ معقوله حبيبي يا لولو؟ الله، هقضي احلى يوم فالنتاين عدى عليا. اروح اخد شاور بقى عشان اسهر مع علي. رشوا كولونيا عشان كوريا. كده وزعنا كل الكروت، ناقص الزباين بقى. يا مسهل، مساء الخير. امور يا فندم. انا جارتكم ساكنه في العماره اللي جنبكم، دوله الندورجي. الندورجي ده اسم والد حضرتك؟ اه بابي. انا كنت سمعت ان هنا في محل ورد. لا هو مش محل ورد، هو مشروع محل ورد. اتفضل يا فندم في البلكونه. لا هو انا لسه هتضيف. لا حضرتك فهماني غلط، اصل انا حاطين الورد في البلكونه، لو حطينا الورد جوه الشقه هيسحب الاكسجين كله وممكن نموت والمشروع يفشل. اتفضلي في البلكونه ساعتك. اوكي. اتفضلي يا برتاله. اتفضلي اتفضلي يا فندم. اتفضلي اتفضلي يا فندم. اتفضلي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. انا عندي كل الانواع يا دوله هانم، يا ريت تقولي لي على ذوق جوز حضرتك وانا اختار لك المناسب. لا هو مش لجوزي. اخس. ويا ترى بتحبيه هو اكتر ولا بتحبي جوز حضرتك اكتر؟ لا طبعا هو. ست
طب ناقصة قوي. هو اللي بيملي عليا وحدتي عشان للأسف جوزي على طول مش موجود بسبب شغله. ما دي مشكلة الستات اللي بيهملوهم جوازاتهم ويسافروا. عندك حق، لو كان موجود عمري ما كنت أفكر في حد غيره ولا كان قلبي اتعلق بحد تاني. طب يا فندم ما تتطلقي من جوزك وتتجوزي اللي بتحبيه وخلاص، يبقى أحسن يعني. أنت مجنون؟ عايز نتجوز كلب؟ كلب أكيد كلب، النوعية اللي تعرف ستات متجوزة يبقى أكيد كلاب. بس هو بصراحة مش أي كلب، ده كلب أصيل غير كل الكلاب. لا أنا بالنسبة لي أنا بقى كلب وابن كلب، وخلي بالك لو جوزك عرف إنك أنت تعرفي واحد غيره ممكن يقتلك. ما هو عارف، ده حتى لما بيخش عليا وهو نايم جنبي ما بيقدرش يزعجه، بيخش ينام في الأوضة التانية. جوزك بيخش عليكي وانت نايمه جنب واحد تاني وما بيرضاش يزعجه؟ واحد تاني ايه؟ ده تايجر الكلب بتاعي. حضرتك جايه تجيبي ورد في الفالنتاين للكلب بتاعك؟ ايوه، هخليه نايم واجيب له بوكيه ورد واقربه من مناخيره واقول له هابي فالنتاين. قربي من مناخيره هابي فالنتاين. خيانه! رمط بتخني علي ومع مين؟ مع المؤسسه دي؟ انجي انت دخلتي غلط. كمان عايزني استأذن قبل ما ادخل، وانا اللي كنت فاكراك جايب لي كل الورد ده عشان الفالنتاين، اتاريك جايبه للبتاعه دي؟ الاخت دولت اخت وجاره عزيزه وجايه تجيب ورد لتايجر الكلب بتاعها عشان الفالنتاين. يا سلام هبلانه، عايز تقنعني انها جايه تجيب تايجر للورد بتاعها؟ ايه هبلانه؟ لا لا ما تفهميش غلط، الاستاذ علي هيعمل لي من غير ما تلمسي لو سمحتي. كبير لتايجر وهديهوله في الفالنتاين، بس يا رب يعجبه. شكلها يا علي هتجيب ورد لتايجر بجد. طيب ممكن يا لولو تعملي انا كمان بوكي ورد كبير زي بتاع تايجر؟ ده هتيجي ايه في حلاوه تايجر وجمال تايجر ولبس تايجر شوف بقى سمير، انا عايزك تقف جنبي في مشروع الورد اللي انا بعمله ده. ها، عايزك تعمل لي دعايه عند الزباين اللي عندك، وكل لما تبعت لي زبونه هديك بوكيه ورد تديه الرجاء. ورد الرجاء؟ الرجاء دي عايزه بازوكه في وشها. لا خليهم بازوكتين عشان الوليه مراتي دي اخلص منها. المهم تساعدني في المشروع ده. ايوه بس كده انا هاخد حقي ناشف. طبعا على كل زبونه هتجيبها هديك كوميشن محترم. ايوه بس ازاي اقول لهم يشتروا ورد يعني؟ قول لهم انك انت بتعالج بالورد. اه بس كده بقى الكوميشن بتاعي عالي ولازم يبقى حلو. ها جربه مش هتندم. ورد الورد جميل جميل الورد، وله حاجات اطلع له حاجات. اها عشان كده انا فهمت. طيب هما ازاي جابوا له الورد بالسرعه دي؟ ما احنا يا مامي ادينا له الرقم وهو كلم الراجل. الرقم. طيب هو انا ممكن اطلب منكم يا حبايب مامي طلب صغنطوط قد كده اهو؟ قد كده اهو؟ قد كده اهو، يعني ممكن تدوني انا كمان الرقم ده؟ يوه بقى يا مامي دي شغلانه، لسه افتح الفيسبوك واعمل سيرش. لا لا مش قادر. سلسلتي سلامونتي سلسولي يا حياة مامي. ماشي يا ماميتا يا ماموتا متوتا. يلا بقى يا مامي، ما انت لازم برضو تفتحي مخك معنا شوية. ايه افتح مخي دي؟ شخشخي بقى يا مامي يعني عشان تعديها. شخشخي؟ هي حصلت تقولي شخشخي؟ هي وصلت للشخشخة؟ فيها ايه يا مامي؟ ما بابي كمان شخشخ. يا بابي كمان شخشخ؟ شخشخ. ايوه مامي كلنا دلوقتي بقينا بنشخشخ، حتى يا مامي كيلو اللحمه بقى 140 جنيه، لازم نشخشخ كلنا عشان نساعد بعض. هو فعلا ما يصحش. ايه المراحيض العموميه دي؟ طيب بقول لك ايه يا سولي، مش عارفه حاسه ان انا قاعده مع خالتي ام ابراهيم اللتيته على الدكه. ممكن من فضلك لما تفتح وتعمل سيرش كده تديني الرقم ده؟ ها وليكوا عندي بقى هشخشخ لكم شخشخه ما حصلتش. اديني يا ماما اديني. مفيش زباين سالت عليا؟ لا يا بوبي، بس انا عملت لك دعايه على الفيسبوك على جروب بالحب اتجمعنا. شخشخ بقى يا بوبي. حاضر هقوم افتح. لا استني لاكون زباين وهطفشيهم. طفشهم يا علي. ماشي ماشي يا علي. شخشخ يا مامي هشخشخ.
بسم الله ما شاء الله، ايه الورد الجميل ده يا علي؟ بس برضو كده تجيب الورد ده كله ما تعملش حساب عمك في شويه؟ يا عمي انا جايب الورد ده مصلحه سبوبه عشان اكسب من وراها. وماله يا علي؟ انا برضو هشتري منك وتعمل سبوبه وتكسب مصلحه. طالما هتشتري مني وتعمل لي مصلحه خلاص نقي اللي انت عايزه. بص بقى يا حلو، عايزك توضب لي بوكي ورد احمر كده على ذوقك. احمر وعلى ذوقي؟ ده لمين يا نمس؟ اوه يا علي بقى انت مالك على لمين ولا مش لمين؟ هتعمل بوكيه احمر ولا روح اشتري من حد تاني؟ لا وعلى ايه؟ وعلى ايه؟ اختار اللي انت عايزه. استنى استنى، ايه رايك في البوكيه ده؟ الجميل ده يا احمد، كل سنه وانت طيبه. النهارده عيد الفالنتاين. هابي فالنتاين دي. بقى انت شال الورد مني عشان تدي له امي. ما تفهمنيش غلط يا علي، انا كنت جايه لك، وبعدين فجاه وانا نازله لقيته واقف قدامي وماسك الورد ده وبيديهولي وبيستغل ضعفي ان انا من بعد المرحوم ابوك ما مات ما حدش اداني حتى ورده بلاستيك يا حبيبي. اه يا ندله، استغل ضعفك، امشي اطلعي شحيتك فوق، حسابنا بعدين. حاضر يا بابا حاضر. يا عمي ما تفهمنيش غلط، مش معنى يعني ان انا بدي امك ورد احمر في عيد الفلنطين يعني ان لا سمح الله بيني وبينها حاجه وحشه. امال ده تسمي ايه؟ ده يا علي يا ابني ده محبه. انا عايش شويه من المحبه دي بقى. ايه ده، انت هتاخد الورد مني يا علي؟ اه. طب والفلوس اللي انا دفعتها؟ محبة. منور يا شريف. دنواك يا دكتور. في صوت طلع كده. انا؟ يا دكتور دي ميسونتي خطيبتي اللي حكيت لك عنها. جبتها منين؟ السوق السوداء؟ دكتور بعد اذنك، دكتور هزعل. شفت شفت بقى؟ شفت شفت. بس ما تلعبش بحاجة، ما تلعبش بحاجة، الحاجات دي أصلا تتمس من الهوا كده تعمل مشكلة. مش قصده. ليه ما احنا مصدقنا خلصنا من مراتك الأغنية شبه البوكسر دي، كانت الواحد الصبح بوشها الصبح بيوم منين تروح جايب الجرادة دي، احنا ناقصين. دكتور قصدك إن منال كانت وحشة؟ سيبك سيبك من منالوتا خالص. اه بص بص دي اموره ازاي والنبي لا تبص لها. بص بص اي 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 بعت لها قصريه زي اللي فوق راسها دي تلبسها لها انت كمان. ودي ناوي تخلف منها ان شاء الله؟ والله اللي يجيبه ربنا كويس كله رزق. طيب يلا ربنا ياخدكم، قصدي ربنا يوفقكم. آه انا لازم اقوم اشتري ورد عشان علي عايز ورد. اتفضل. واسيبكم اوعوا تلعبوا في حاجه. لا خالص. لو حبلت وعايز تولدها ما تجيش عندي. حاضر. انا عارف دكتور كلاب رهيب هيولدكم انتوا الاثنين. هي بس تحمل وانا هتكفل بكل حاجه بقى بعد كده. نورت. نورت يا جميل مشروعي الصغير. ربنا يخليك يا علي. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. ده الجمال ده بصراحة ده مشروع هايل ويجنن. بص بقى علي، أنا عايزك تنقي لي حاجة كده جميلة على ذوقك. هو التغريبة جميل؟ ده أنت صاحب مكان. إيه رأيك في البوكيه ده؟ لا يا علي لا لا لا، أنا ماليش رأي في الحاجات دي خالص، الرأي رأي مراتي. آه صحيح، نسيت إنك هفل. بتقول حاجة يا علي؟ لا أبداً، بقول المدام اللي تؤمر بيه. هو انا ليا رايي بعد رايك يا جوجو؟ ما هو لازم حد فيكم يختار عشان نخلص. اه يا سوسو بصي، اصل يا علي الزهور دي زي الستات لكل لون معنى ومغنى، انما انا ما عنديش غير لون واحد، لون اعتصام مراتي. عصام؟ عصام مين يا علي؟ اعتصام اعتصام. اه اعتصام مراتك. آه. اه طيب انا تحت امر المدام والله. طيب ايه رايك في النوع ده؟ ايه العرب ده يا علي؟ وريني كده. يا ست هم رشينه مجاري ولا ايه؟ طب معلش يا جميل، بص كده على النوع ده. يو انيل وادل، ابعد يا علي ابعد. في ايه؟ انجي انت بتعملي ايه؟ اصل انا كان في نمله كبيره قوي معديه من هنا فقلت ارشها بالمبيد ده. ازيك يا استاذ جميل، منورنا والله. ازيك يا استاذ عصام؟ اعتصام يا انجي اعتصام.
زي القمر ما شاء الله، اسم مش على مسمى خالص. لا الله يخليك. ذوقك حلو قوي يا استاذ جميل. اهلا وسهلا. ازيك يا مدام؟ يا بختك بالاستاذ علي، جايب لك مشتل ورد في البيت. يا سلام، هو ده اللي عجبك؟ ايه ايه يا اعتصام، ما انا بجيب لك كل حاجه يا ماما. انا عارفه حبيبي. وريني بتاع الفيل ده. حسابك معايا بعدين يا انجي. ماشي يا علي، طالما حسابنا مع بعض بعدين. اهو 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 هو يا علي. المشروع مفيش فايده، المشروع مفيش فايده. بس علي وديكسان علي وانجي ما يجتمعوش في مكان. يلا بينا يلا بينا. ايه في 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 ايه ده؟ يلا يلا بينا. استنى يا جميل، انا اسف على اللي حصل ده حبيبي. انا مش قابل لك اي اسف. مش بص مش هقبل لك اسف الا اذا المدام قبلت اسف. قبل اسف لا لا، حسبنا بكره مع بعض. ابعد عن وشك. يلا يا ماما. يا جميل ما يصحش كده. طب ما شربتش حاجه؟ طيب انا شربت. بلا ايه ده؟ ميسون وشريف مع بعض، بتعملوا ايه هنا؟ انا جيت اشتري ورد يا عمي عشان خاطر العليه، النهارده الفالنتاين. فالنتاين وعمي؟ بقول لكم ايه؟ ايه اللي خرجك مع شريف من غير ما تقولي لي؟ ما انا بصراحه خفت اقول لك لحسن ترفض. يرفض ايه بس؟ ده انت لو قلت له رايحه مع شريف البيت هيوافق عادي. انت تخلص خالص، اخرس. بقول لكم ايه؟ اوعى تشتري ورد من هنا، الورد اللي هنا معفن. جراها جميل، انت هتقطع عليا ولا ايه؟ ولد اسم الاستاذ جميل، ان ما وريتك حسابنا بكره. اتك على الله. يلا. اتفضل يا شريف بيه، اتفضل، انا تحت امرك. قبل ما اتفضل. ايوه اتفضل. انت الورقه دي ايه دي يا حبيبي؟ ده دكتور سمير بعتها لك عشان تتوصى بينا وما تزودش علينا السعر. ابن النصحة، طول عمرك ناصح يا روح بابا. تعال يا حبيبي اتفضل 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 لسعادة البيت. يلا يا ميسونتي. اتفضل. من هنا. ايوه. الو. ايوه صباح الخير. هو حضراتكم بتوع افتح مشروعك من بيتك؟ طب هايل، من فضلك انا كنت عايزه افتح مشروع الورد زي علي جوزي. هو سحب من عندك ورد كتير جدا. ممكن بعد اذنك تعملي بقى تخفيض وسعر مخصوص وكده؟ ايه الورد غالي؟ النهارده الفالنتاين والسحب كتير. سحب كتير فعلا قوي. طيب اوكي مفيش مشكله، انا موافقه. طيب ممكن بسرعه تبعتلي الحاجه من فضلك؟ تاخد العنوان؟ عندك. صح صح. شكرا شكرا، في انتظاركم. حبت الورد كله قوم غلوا عليا. شدوا حيلكم. الله ينور. لو سمحتي ما تخليش وردك الدبلان يلمس الورد بتاعي. يا سلام، وردي انا دبلان؟ ده قصر دالي ازعر. ازعر؟ انا ازعر؟ ايوه. طويل وازعر، طويل وازعر، بيت انعر، بيت انعر، اخد وردي، اخد وردي. ما تكلمي يا وليه يا سوافه. خلاص نسيت. خلاص بقى يعني سيبني احسبهم عشان يمشوا. متشكره قوي يا شباب، شكرا، تسلم ايديكم. تحت امرك يا مدام. الله يخليك. متشكره قوي. هو بيقول ايه؟ لا ده بيقول لك متشكرين يا بس. خلاص ما تكملش، خلاص شكرا شكرا، مع السلامه. اتفضل. جبت لنا الكلام قدام، ثم انت ايه اللي انت بتقوله ده؟ طويل وزهر، طويل وزهر. جتي كتكوتة يا ناس، اسم الله عليها. لا واثقة قوي من نفسها. يومنا نادي إن شاء الله. يا سلام على الناس المستحماية. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي يا جماعة. عايزة ايه يا حبيبتي؟ عايزة ورد لبابي ومامي علشان البلد تعيط. يا حبيبتي وانتي عايزة ايه؟ عايزة ورد لبابا وورد لماما. يا حبايبي خدوا وردتين اهو، يلا مش عايز منكم حاجة. يا سلام، باي باي. شوف العيال، ده انا مخلف عيال رمة. ايوه بس انت هتشتري الورد ده لمين يا سامح؟ انت مش مرتبط. هو يعني علي لازم الواحد يكون مرتبط عشان يشتري ورد يوم الفالنتاين؟
امال ايه؟ ممكن تدي الورد لاي حد بتحبه، ان شاء الله واحد صاحبك. صاحبك؟ انت كده هتخليني اشك فيك يا سامح. لا يا علي، ما تفهمنيش صح، انا هشتري الورد لامي. لامك؟ مش غريبه دي؟ ابدا، انا اروح اشتري الورد واروح ابوس ايديها واقول لها كل سنه وانتي طيبه يا مامتي وبعوده ليام. والله يا اصيله سامح. وبعد كده بقى انا عارف انا عملت كده ليه؟ علشان اخد منها فلوس سلف زي ما انا عايز. صدق انت واطي يالا. ميرسي يا علي. ضهري. يا علي الشغلانه دي متعبه قوي بس مربحه قوي قوي. بصراحه انا كنتش اتخيل ان انا اكسب الفلوس دي كلها في يوم واحد. ده اللي انا كسبته قد مرتب ست شهور من اللي انا باخده في الجورنال. بقول لك ايه يا علي؟ انا عندي فكره. احنا نحط ايدينا في ايدين بعض وفلوسنا على فلوس بعض ونكبر مشروعنا ونحط وردنا على بعض ويبقى زيتنا في دقيقنا. بس بشرط. قول يا علي. ان احنا نحط ايدينا في ايدين بعض وفلوسنا على فلوس بعض ونكبر مشروعنا ونحط وردنا على ورد بعض ويبقى زيتنا في دقيقنا. في ايه يا علي؟ ما هو ده اللي انا قلته بالظبط. قلت ايه انت زياده؟ مفيش يا حبيبتي، بجود بس. لعلمك بقى يا علي انا زعلانه منك قوي. ليه يا حبيبتي؟ علشان عدى الفالنتاين وانت نسيت تجيب لي ورد. ورد؟ ورد ايه يا حبيبتي؟ الورد ده بنشتغل بيه الناس. انا مش عاملك زيهم. انا هجيب لك صبار، عارفه ليه؟ ليه؟ عشان الصبار ده بيعيش زي حبي ليكي ما هو عايش بالظبط. قلبي صدقتك يا علي. تبقى صبرني يا رب. شاكرين يا رجاله. تعبناكم معانا يا هانم. ده انتوا تمرونا. هو بيقول ايه؟ لا هو بيقول لا ثانيه واحده بس. هو بيقول ربنا يرزقك بزباين من الهبل ويكرمك في بيتك وعيالك وجوزك وشغلك. يا سلام، قال كل ده في هاندي؟ لا ده انا نسيت الباقي كمان. ما شاء الله عليك يا علي، انت خريج انيس عباد، انت مترجم؟ الدنيا علمتني. متشكرين يا رجاله. يعني شكرا جزيلا. الساعة بقت 12 يا انجي، ومفيش زبون واحد دخل علينا، احنا كده هنخسر كل فلوسنا. ايه يا علي؟ تفتكر اتحسدنا ولا ايه؟ مش عارف، ده احنا امبارح ما كناش ملحقين على الزباين. ايوه صح، بس تفتكر عشان امبارح كان الفالنتاين؟ هو الناس يعني ما بيشتروش ورد الا في الفالنتاين وبس. لا يا حبيبي طبعا، لا ازاي؟ لا بيشتروا ورد في مناسبات كتير يعني، وهم داخلين دنيا مثلا في الفرح بتاعهم. يزوقوا بيه الكوشة، يحطوه على العربية، الجرب اللي بيبقى في ايد العروسة، كل ده ورد. وكمان هما خارجين من الدنيا، يعني هما رايحين على القرافة بيشتروا ورد برضه. طب هما داخلين من الدنيا وهما خارجين من الدنيا، في المشوار اللي في النص ده ما بيشتروش ورد؟ أنا مش فاهم ليه ما بيشتروش ورد طول السنة؟ ده أسعد حاجة في الدنيا تخلي الست تفرح إن جوزها هيبقى داخل عليها ببوكيه ورد. يا سلام. ما تقول لنفسك يا أخويا، ما تقول لنفسك. يا علي ده انت اخر مره جبت لي ورد كان من 10 سنين. ايوه من 10 سنين. خلاص يا حبيبتي انا هصالحك، هعوضك عن ال 10 سنين دول واديك الورد اللي في البلكونه كله. بجد يا علي؟ بجد يعني هتديني الورد اللي جوه ده كله؟ ايوه. طيب ايدك بقى على الفلوس عشان انا شاريه نص الورد اللي جوه ده. صبرني يا رب.